بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ذي الجلال والكمال والإفضال، الله قل وذر الوجود وما حوى ان كنت مرتادا بلوغ كمالي فالكل دون الله ان حققته عدم على التفصيل والإجمال، واعلم بانك والعوالم كلها لولاه في محو وفي اضمحلال، والصلاة والسلام على مختتم الإرسال وسيد الرجال سيدنا محمد، اللهم صل عليه وعلى اله وصحبه وتابعيهم وعلينا معهم برحمه الكبير المتعالي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته فاني قريب فاني قريب سبحانه وتعالى تعالوا الك ايها الكرام اليوم لنطوف مع انواع القرب المذكوره في القران الكريم ذكر الله لنا انواعا اربعه للقرب وما اجمل اخرها وما احلاه وما اغلاه النوع الاول ذكر الله عز وجل القرب الزماني قال تعالى: وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون، قرب زماني. والنوع الثاني من القرب المذكور هو القرب المكاني، إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. وذكر النوع الثالث من القرب الزماني والمكاني وقرب النسب. قال تعالى: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون. فالاقربون بقرابه النسب الاخ الاخت العمه الخاله الى اخره. الرابع وهو الاغلى وهو قرب الحظوه قرب الحظوه قرب الحظوه يا كرام هو الذي يتجلى في اللحظات الاخيره من العمر. قرب الحظوه هو هو التاج الذي يوضع على راس العبد في يومه الاخير قبل الانتقال من الدنيا. لما اراد الله عز وجل ان يصف لنا وان يذكر لنا قرب الحظوه ذكر التوقيت الانسب له وهو اخر الحياه، لان الانسان في الدنيا قد تظهر عليه ملامح القرب وقد وفي الحقيقه هو بعيد، وقد تظهر عليه ملامح البعد وهو في الحقيقه قريب، لكن في الاخير في الساعات الاخيره تتجلى الحقيقه، تتجلى الهويه، يتجلى الانسان، يتجلى المعدن، فالله عز وجل قال: فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون ونحن اقرب اليه، القرب العام، القرب المعيه العامه كما ذكرنا سابقا. ونحن اقرب اليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا ان كنتم غير مدينين ترجعونها ان كنتم صادقين فاما ان كان من المقربين، هنا هنا قرب الحظوه. هذا هو الملك الحقيقي، هذا هو الربح الحقيقي، هذا هو الفوز الحقيقي. فاما ان كان من المقربين فروح وريحان وجنه نعيم. قرب الحظوه. أن تكرم بأنك من المقربين أن تكرم أن تكون قريبا منه سبحانه وتعالى لذلك قالوا قمة التدين قمة التدين أن تكون قريبا منه سبحانه وتعالى قمة التدين أن تكون قريبا منه فتستشعر قربه فتخشاه فإذا ما خشيته سبحانه وتعالى كنت على هدى حتى اللحظة الأخيرة وإذا ما جاءت اللحظة الأخيرة توجك الرحمن بتاج المقربين فأما إن كان من المقربين لهذا يقول تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر لأن يعني قمة التدين أن تبقى مستقيما إن الصلاة يعني القرب منه سبحانه وتعالى يجعلك تن تنهى يجعلك تنتهي عن الفحشاء والمنكر هذا معناها إن الصلاة تنهى الصلاة هي قرب معراج الروح الاقتراب من الله لا بد أن تظهر آثاره عليك بترك الفحشاء وترك المنكر ولذكر الله اكبر سبحانه وتعالى، لذلك ورد في الحديث في الاثر: عبدي كن لي كما اريد اكن لك كما تريد. يا الله شوف الكلام. عبدي كن لي كما اريد اكن لك كما تريد، فان سلمت لي فيما اريد كفيتك ما تريد، وان لم تسلم لي فيما اريد اتعبتك فيما تريد ولا يكون الا ما اريد وانا فعال لما اريد سبحانه وتعالى ان يكون معك في جميع احوالك ان تعلم انه قريب ان تتقرب منه سبحانه وتعالى قربك منه لا بد ان ينهاك عن, عن, عن الرذائل ان ينهاك عن هذه الصغائر ينهاك عن هذه الفراغات ان تاتي اليه لذلك لما ناتي مره اخرى الى كلمه القريب في القران الكريم تجد ان الله عز وجل ذكرها في حالين في حالين في حال ان يكون الانسان مذنبًا ذكرت القريب وفي حال ان يكون الانسان مهتديًا ذكرت القريب ما أعظمه من كلمه سبحان الله هذا القران الكريم هذا جماله كل غصت فيه وجدت دررًا وجواهر ولآلئ يقول القران الكريم عن الحال الاول فاستغفروه ثم توبوا اليه ان ربي قريب مجيب الحديث عن المستغفرين عن الذنوب ولا بد ان يستغفرون ولازم يتوبون فاستغفروه ثم توبوا اليه ان ربي قريب قريب مجيب ويرجع القران الكريم يقول وان اهتديت فبما يوحي الي ربي انه سميع قريب قريب مع المذنبين حتى يرجعون وقريب مع المهتدين حتى يثبتون سبحانه وتعالى في جميع احواله في جميع احوالك ايها الانسان الله معك الله قريب منك قرب لا بد أن تستشعره لا بد أن تذوقه لا بد أن تذوق حلاوته والله من ذاق حلاوة القرب من الله سبحانه وتعالى لم يأنس إلا به لم يأنس إلا به ولم يلجأ إلا إليه سبحانه وتعالى الله قريب قريب يعني تصل الحال إلى بإنسان بذل حياته كلها أيامه ولياليه في الدعوة إلى الله ثم ضاق ذرعا وضاق صدره من أهله فانصرف عنهم وخرج ويكتب الله له أن يلقى في, في حوت هذا الحوت يا كرام فم الحوت يستطيع الرجل أن يقف فيه دون أن يلمس السقف يعني سقف يعني الحوت أو الحيوان العنبر طوله أكثر من ثلاثين متر هذا الحوت وجبته الواحدة أربعة أطنان من الطعام هذا الحوت يا كرام الذي ابتلع سيدنا يونس عليه السلام في متى واين في في عندنا يقولون ان الذي ينزل 200 متر تحت الماء فيكون ظلام دامس 100% في ظلمه البحر في ظلمه الحوت في ظلمه الليل يونس في مكان لم يصلها مخلوق من البشر هناك استشعر قرب الله فنادى أن لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين العجيب في هذه القصه يا كرام ليست قصه وقعت في غابر الزمان وانتهت لا حول الله عز وجل من رحمته وحكمته بنا حول الله عز وجل هذه القصه من قصه وقعت في غابر الايام الى قانون مستمر الى اخر الدنيا قال تعالى فاستجبنا له فنجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين حول الله عز وجل الحادثه حادثه يونس من قصه وقعت على عجبها الى قانون مستمر ينتفع منه المؤمنون حتى اخر يوم في هذه الدنيا وكذلك ننجي المؤمنين وكذلك ننجي المؤمنين المؤمنون ناجون اذا استشعروا قربه اذا فاذا ما استشعروا قربه لجاوا اليه لجاوا اليه حين تضيق الدنيا بالانسان لا يلجا الا الى الله سبحانه وتعالى. ان مسنا الضر او ضاقت بنا الحيل فلن يخيب لنا في ربنا امل وان اناخت بنا البلوى فان لنا ربا يحولها عنا فتنتقل الله في كل خطب حسبنا وكفى الله في كل خطب حسبنا وكفى اليه نرفع شكوانا ونبتهل من ذا نلوذ به في كشف كربتنا ومن عليه سوى الرحمن نتكل الله جل جلاله استشعر قربه هناك قرب زماني وهناك قرب مكاني وهناك قرب نسب اغلاها واعلاها واجلها واعظمها قرب الحظوه قرب الحظوه ان تستشعر قربها ان ان تكون من اهل الحظوه بالقرب الذين يكرمون بانهم من المقربين هم هؤلاء ملوك الجنه يوم القيامه اسعد الناس الذي تذوق حلاوه القرب من القريب جل جلاله والله ما اجد انسانا اسعد ممن استشعر معنا فاني قريب لان الله معه في خلوته في جلوته في عسره في يسره في ضيقه الله ليس لي الا انت سبحانه وتعالى ختاما سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم